وكمان عندنا خبر ثاني، الخبر الثاني هذا تناقش لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو تحديدا التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء القادم تقرير المملكة العربية السعودية الثالث والرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. طبعا هذا الموضوع يعني في كثير أبعاد، منظمة سيداو اللي هي طبعا تخص أو تختص بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فيه بعض البنود غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية عندنا في المملكة العربية السعودية، ولهذا السبب المملكة وقعت على مذكرة تفاهم ولم توقع على الاتفاقية بحد ذاتها. خلينا نأخذ هذا الموضوع بتفاصيل أكثر معي عبر الهاتف الأستاذ محمد المعدي مدير هيئة النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان. حياك الله أستاذ محمد. يا أهلا وسهلا، أهلا بك. أهلا، في البداية تقولي من هي الفئة المستهدفة تحديدا من هذا التقرير؟ أولا المملكة أصبحت طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم الملكي رقم 25 تاريخ 28/5/1421 الموافق 28/8/2000 ميلادي، ووفقا للمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قدمت المملكة تقريرها الأول والثاني عام 2008 صحيح، وهذا التقرير الثالث والرابع الذي سوف تتم مناقشته بإذن الله بتاريخ 27 فبراير 2018. طيب أستاذ محمد، ما هي المنهجية التي يعتمد عليها هذا التقرير؟ تم إعداد هذا التقرير من قبل لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة شكلت في هيئة حقوق الإنسان، وساهم في إعداد التقرير العديد من المؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان وبموضوعات تهم بالخصوص المرأة. مرت عملية إعداد التقرير في 4 مراحل. مرحلة التحضير والتي ركزت على تزويد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد التقرير وممثلي مؤسسة المجتمع المدني بالمعارف والمهارات اللازمة التي تتطلبها عملية إعداد التقارير التعهدية من خلال الدورات والورش التدريبية، وكما يعلم الجميع أن المملكة وقعت مذكرة تفاهم على المفوضية السامية لحقوق الإنسان عام 2012 وتم توظيف هذه المذكرة في دعم المعرفة لدى ممثلي الجهات الحكومية. المرحلة الأخرى مرحلة جمع المعلومات، في إطار هذه المرحلة تم توفير المعلومات اللازمة التي يتطلبها التقرير، وقد تم الاستناد في عملية توفير المعلومات على مبادئ أهمها الموضوعية والشفافية والتوثيق، كما تم عقد لقاءات مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني للحصول على ما يتوفر لديها من معلومات. المرحلة الثالثة مرحلة الصياغة التي تم خلال هذه المرحلة تضمين المعلومات المتوفرة في المواضع المناسبة من التقرير بالإسناد إلى معايير منهجية أهمها الاقتصار على المعلومات العامة التي تساعد على فهم الحالة العامة. مرحلة المراجعة والمشاورة الوطنية، هذه المرحلة دعي إليها ممثل الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المساهمون في عملية إعداد التقرير لمراجعته ومناقشته. نعم جميل. أستاذ محمد، على كم سيدة سيحتوي أو سيضم الوفد الذي سيناقش هذا التقرير، وإيش هي استعداداتكم لهذه المناقشة؟ التقرير هو تقرير المرأة، وبالتالي فإن ما يزيد عن 75% من الوفد سوف يكون نساء. سوف يكون الوفد برئاسة معالي رئيس الهيئة، وهناك ممثلين من الجهات الحكومية، كل جهة أرسلت ما بين سيدة وسيدتين، وبإذن الله سوف تكون هذه المناقشة سهلة، لأن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ولو ذكرت على وجه الخصوص خلال السنتين الأخيرة الماضية للمرأة، جعلت من هذا البلد أمرا سهلا، فما حققت المرأة من إنجازات وما تضمنت برامج الدولة ورؤية 2030 من مبادرات جميعها تهدف إلى إشراك المرأة كعامل مهم في التنمية الوطنية، أيضا تمكينها من الكثير من الحقوق، قد صدر أمر سامي بهذا الشأن، أيضا تمكنها من
القيام بكثير من الأعمال التي تناسب طبيعتها وتتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فبالتالي الموضوع سوف يكون بإذن الله سهل، ونحن نعرض إنجازاتنا ونعرض ما وصلت به المملكة في هذا الحصار، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للزملاء والزميلات الذين سوف يناقشون التقرير. أكيد إن شاء الله. أستاذ محمد، طيب ما ذكرت لي إذا هتكون لرؤية 2030 نصيب في هذا التقرير؟ جميع البرامج التي تخص المرأة أتت استنباطا من هذه الرؤية الطموحة التي نتمنى أن يكون مردودة على كافة شرائح المجتمع، والمرأة أحد أهم هذه الشرائح. وقد لاحظ الجميع بكل وضوح أن المرأة لها أولوية في هذه الرؤية، نظرا لمكانتها، نظرا لما وصلت لها في المستوى التعليمي، في تحقيق إنجازات في جميع المجالات. لو لاحظنا الآن المرأة تتبوأ مناصب قيادية مالية وإدارية وعضوية في مجلس الشورى، والكثير من الإمكانات التي وضعت للمرأة في إطار ما ينص عليه الدين الإسلامي الحنيف الذي استاوى بين المرأة والرجل في كثير من مناحي الحياة. بالطبع. أستاذ محمد، اسمح لي يعني أسألك، يعني حسب ما فهمت من كلامك قاعد تتكلم عن إنجازات المرأة في أكثر من موضع، لكن أغلب الاختلاف كان في البداية فيما يتعلق بقضية سيدة، وتحديدا أشياء تتعلق بالشريعة الإسلامية، وكثير من الفتيات أو من المطالبات عندنا في السعودية بيطلبوا شغلات موجودة في هذه الاتفاقية لكن المملكة العربية السعودية أكيد مش موافقة عليها لأنها ما تتناسب مع ديننا الإسلامي. هل هناك بعض التعديلات اللي صارت في التقرير اللي راح يناقش خلال يوم الثلاثاء؟ ما يختلف مع الشريعة الإسلامية غير قابل للنقاش، غير قابل للنقاش لأن هذه سياسة المملكة. فبالتالي أنت سألت السؤال وأجبت عليه بأن المملكة ترفض أي أمر يمس الشريعة الإسلامية. أما بالنسبة إذا كانت مسائل خلافية أو مسائل قابلة للدراسة أو قابلة للتطوير، فالمملكة منفتحة على الجميع. أكيد. وهي يعني تقوم بهذا الدور إيمانا منها بالشراكة الدولية، ولأنها عضو هام في مجلس حقوق الإنسان. جميل. أستاذ محمد المعدي، مدير هيئة النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان، شكرا لك.